النهارده هنعمل مع بعض طاجن البطاطا باللبن، حلو كده في الشتاء. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ عندي حاجات بسيطه خالص، عندي هنا شويه من البطاطا المسلوقه، عندي هنا لبن انا بس مقسمه على اتنين، عندي جوز هند ونشا وسكر، واخيرا عندي سمنه بلدي. طيب بسرعه كده، والبطاطا لسه مسلوقه وطالعه وسخنه، هنبتدي نهرسها. بس الاول هاخد اللبن بتاعي هنزله في كسرولة كده على النار يبتدي بس يسخن معايا. البطاطا هنزل هنا كمان بالسمنة، هنهرسها مع السمنة. نبتدي نهرس. عشان ايه؟ نديها رشة ملح بس صغيرة جدا عشان نعادل السكر برضو اللي هنحطه. عندي هنا في اللبن هنزل بالسكر وهنزل بجوز الهند. عندي اللبن والنشا، انا بحب انزل النشا في لبن سائع او ميه ساقعه يعني لما اجي استعملها، وبعد كده انزل بيها في السائل السخن بدل ما ننزل بالنشا على طول في اللبن. ابتدي بقى ايه الفكره، بس ان احنا اللبن طول ما هو بقى بيسخن واحنا ايه بنقلب كده، زي ما احنا بنقلب كده بصوا ابتدى خلاص اللبن بيسخن اهو. هاخد شويه اللبن السائع على النشا، معلقه كده ننزل على طول اهو خلاص. من هنا بقى بنقلب على طول بقى متواصل كده لحد ما يبتدي يتقل معايا، مهم قوي بس نفضل بنقلب كده طول الوقت. ده الطبق اللي هنعمل فيه الطاجن، ممكن نعمل بقى في اي حاجه طاجن فخار، بايركس، حاجه بورسلان زي دي، اي حاجه احنا عايزينها مدهون بس كويس بالسمنه من جوه. الخليط بتاعنا وهنزل بيه على طول على البطاطا. هنقلب بقى الكلام ده كويس قوي، اديها وقتها بس في التقليب لحد ما بصوا هتلاقيها بتربط مع بعض كلها. بصوا هو ده اللي احنا عايزين نوصله. على طول هننقل على الطبق بتاعنا. عظيم جدا. هناخد الطاجن بتاعنا، الفرن عندي سخن على 200 وهيخش يقعد ربع ساعة.